مشاهدينا نذهب إلى هذه الصور بعد سقوط 14 قتيلا في هذه الغارات على بعلبك في البقاع. هاي ليارين. هاي ليارين. هاي ليارين. هاي ليارين. هاي ليارين. هاي ليارين. إذن هذه الصور للغارات على بعلبك، ونذكر هنا بأنه منذ يومين كان أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي كان أطلق تحذيرا لسكان عدد من المباني في مدينة بعلبك ودورس وغيرها في قضاء بعلبك.